السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده هتكلم عن موضوع يعني يمكن اتكلمت عنه قبل كده، بس حبيت ان انا اتكلم عنه تاني علشان اللي ما سمعش يسمع واللي ما شافش يشوف، لان انا بيصعب عليا البنات قوي. انتوا عارفين انا بحبكم قد ايه، وعارفين ان انا قد ايه دايما لما يعني بحذركم من حاجات، ولما بلاقي حد بيستغلكم او بيستغل البنات فانا على طول بطلع وبقول ان لا خلي بالكم ما تشتروش ده، او خلي بالكم من المنتج ده، او خلي بالكم من الناس اللي بتقول كذا. في ناس كتير موجوده واحنا بصراحه ما نضمنش مين فيهم بيقول الحاجه الصح ومين فيهم بيقول الحاجه اللي مش صح، فانا واجبي ان انا احذركم، خصوصا لو حاجه بيكون تمنها مثلا بالنسبه للبنات بيبقى يعني تمنها عالي شويه، لان انا عارفه ان في بنات كتير بتبقى في الدراسه ويعني بتحوش مصروفها وكده، فبتبقى عايزه حاجه بتدفع فيها فلوس مره واحده وتجيب نتيجه. بكل اختصار يعني عشان ما اطولش عليكم، المنتج اللي انتوا شايفينه ده انا حذرت منه قبل كده. هو منتج المفروض ان هو بيتباع في جروبات كتير على انه ان هو سحر يعني، وان هو هيفتح البشرة وهيخليك بيضة، وهتلاقوا فيديوهات كتير موجودة على اليوتيوب، هتلاقوا ان هما جايبين الفرق قبل وبعد وكده، وطبعا بيطلع البشرة ان هي نضرة جدا وشكلها حلو جدا، وان هو بيفتحها 3 4 5 درجات كده وبيبقى شكلها حلو. بس هي الحقيقة ان هو مش بيبقى شكله حلو، وهي الحقيقة ان الصورة او لما حد بيصور بالكاميرا او بالموبايل فبيطلع الجلد بيبقى مش حقيقي، يعني مش هيبقى فيه الخطوط، مش هتبقى باينة في يعني احنا بنسميها عينة في مصر، لو انت تبعاني من بلد تانية اسمها مجيرة، يعني هو الجلد بتلاقيه مجير كده شوية او عامل كده مكلكع او كيكي، فبيبقى شكله مش حلو خالص. المنتج ده من المنتجات دي اللي هي بتديكي تفتيح فوري، ان انت بتاخدي جزء من الكريم وبتوزعيه على الجلد بتاعك، والمفروض ان انت بتسيبيه شويه وبعدين تغسليه مثلا بالميه، وبعد كده بتلاقي ان البشره بتاعتك افتحت مثلا ايدك دي عن ايدك دي 5 درجات او 3 4 5 درجات كده، فكتير طبعا. بس الحقيقه ان هو بيبان ان هو كانك حاطه دقيق بودره كده فاتحه قوي لونها ابيض داخله في الخطوط، شكله مش حلو خالص، بشره مش طبيعيه تماما. المفروض ان المنتج ده بيقول ان هو بيفتح لون الجلد مع الاستخدام، بس انا ما اعرفش يعني، ان انا حبيت ان انا اركز شويه على المكونات بتاعته علشان الناس اللي بتحب تبحث وتدور في المكونات تشوف المكونات وتبحث عنها. الله اعلم هم حاطين مواد ايه يعني، بس انا شايفه في مواد موجوده عاديه في منتجات كتير، ومواد تانية برضو انا ما اعرفش عنها حاجه بصراحه. فانا تجربتي معايا، انا اشتريته تقريبا ب 260 جنيه، انا ما استخدمتوش غير مرتين ثلاثه عشان اجربه، وللاسف سيء جدا، ومن ساعتها هو مركون. الصلاحيه بتاعته للاسف 6 شهور بس، يعني هو خلاص صلاحيته انتهت، يعني ما ينفعش ان انا استخدمه، انا كنت جايباه من فتره طويله، وما انصحش ابدا ابدا ان اي حد يدفع فيه فلوس او يجيبه، لان يعني حرام. وفري ال 260 جنيه دول، هاتي بيهم حاجه تانية تفيدي بيها بشرتك احسن ما انت تحطي ماسك على بشرتك ويطلع في الاخر شكله مش حلو. فهتمي ببشرتك، ومش مهم ان انت تكوني فاتحه او بيضه، على قد ما يكون الجلد شكله كويس ويكون بشرتك كلها متوحده ولون واحد. ده كان الفيديو، يا رب يعني يكون بنات كتير تستفاد منه وما تقعش في المشكله دي، او حد يضحك عليها ويبيع لها الحاجات دي، يبيع لها المنتج ده يعني. ده كان الفيديو بتاع النهارده، ولو انت جديده فانا اسمي ايمي، واهلا بيكي في القناه بتاعتي في اليوتيوب، واهلا بيكي برضو في صفحتي على الفيسبوك، الاثنين اسمهم ايمي عاطف، فخليكي دايما متابعه كل يوم عشان في فيديو جديد. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وشاركيه مع اصحابك عشان يستفادوا، واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامة.